للمزيد من التحليل انضم إلينا في الاستوديو السيد رعد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك أستاذ رعد. أستاذ يعني نبدأ مع أن تصعب المهام على كريستين لاغارد وأيضا بيانات البطالة السلبية اليوم من ألمانيا. في ظل جميع هذه المعطيات ما توقعاتك لقرار المركزي الأوروبي ولماذا؟ أعتقد المخاوف أكثر رنا هي من الضعف الذي يكتنف في الاقتصاد الأوروبي ومخاوف الركود الاقتصادي والتي هي أصبحت تهدد عدة بلدان داخل يعني اليورو بلوك. فبالتالي كان من المتوقع بشكل كبير جدا أن يكون في عنا تسهيل بالسياسة النقدية وذلك لتخفيف نوعا ما المخاوف من الانزلاق في ركودية قد يستمر لفترة زمنية طويلة، خصوصا أنه حتى مع الارتفاعات الطفيفة في مستويات التضخم هي لا تزال دون أقرانها مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. نعم نشوفها لا تزال قريبة نسبيا من المستهدفات عند 2.6%، أعتقد ذلك مقارنة مع المستهدفات عند 2%. فبالسباق ما بين البنوك المركزية للبلدان المتقدمة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقرب لتقليص أسعار الفائدة، ولكن بعد عدة تصريحات من المركز الأوروبي ومن أعضاء المركز الأوروبي وكريستين لاغارد على وجه التحديد أكدوا ضمنيا أنه ممكن يكون في عندهم توجه لتقليص أسعار الفائدة في الاجتماع بعد غد يوم الخميس من المركز الأوروبي، وهذا لن يضر حقيقة بشكل كبير في مستويات التضخم على الرغم من أنه نحن لا نزال في أسعار فائدة مرتفعة يعني 25 نقطة أساس ممكن يكون التقليص الثاني بنهاية العام وستين فقط في أسعار الفائدة. نعم طيب إذا ما رفع أو خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كيف سيضغط ذلك على اليورو؟ نحن عم نشوف اليورو مستقر نسبيا أمام الدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي كان في عنده فترة من الهيمنة قوية جدا، آخر أسبوع نحن عم نشوفه متراجع أمام اليورو أمام الباوند بشكل واضح، ولكن نحن إذا اتجهنا إلى تقليص في أسعار الفائدة رح نشوف تراجعات أكبر في اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وممكن أنه يستهدف مستويات عند 1.07 وصولا إلى 1.06 على المدى الزمنية المتوسطة نسبيا حتى موعد شهر سبتمبر اللي ممكن يكون فيه قرار للفيدرال الأمريكي بتقليص أسعار الفائدة. ذلك سيدعم بلا شك قوة الدولار الأمريكي مرة أخرى كعملية تصحيح، لأنه بدأنا نشوف ترند هابط على الدولار الأمريكي. ممكن مع تقليص أسعار الفائدة من اليورو نشوف الدولار عم يرتفع بعض الشيء ومن ثم يعود مرة أخرى إلى مواصلة الاتجاه الهابط. نعم طيب نتحدث عن أسعار النفط بعد اجتماع أوبك بلس يوم أمس، ما هي مخرجات هذا الاجتماع في البداية وأيضا السيناريو المتوقع للنفط بعد هذا الاجتماع؟ يوجد ضغط واضح على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، نحن عم نشوفه أكثر يتجه إلى الاتجاه الهابط. وفرت المعروض عنا في نفس الوقت مخاوف الطلب، نحن عنا مجموعة من القراءات صدرت الصين، الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية جميعها عوامل تشير إلى المعروض، والتعديلات الطفيفة المخاوف من العام 2025 أن يكون في عندي أكثر، لأنه في مجموعة من الدول حوالي 8 دول سوف يكون مجال مفتوح لتراجع عن التخفض التطوعي الخاص بها، وبالتالي ذلك سوف يزيد من المعروض النفطي في الفترة القادمة ويضغط أكثر على أسعار النفط بالاتجاه الهابط. أعتقد السبيل الوحيد أنه تستقر بالاتجاه الأعلى هو أنه يكون في عندي ضعف بالدولار الأمريكي. وضحت الفكرة السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.